الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. قواعد قرآنية نلتزم بالقاعدة يعني لتمشي الحياة في يعني خط محترم مستقيم نقدر نوصل للمكان اللي احنا نبقى راضيين عنه وربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عننا فيه. ما هي القواعد اللي المفروض نمشي عليها في كل حلقة من حلقات فضيلة الشيخ أحمد الصباغ؟ هنلتزم بقاعدة ونشرحها ونقول إحنا هنمشي عليها إزاي. طيب النهاردة في قاعدة قرآنية يعني تحدثت عن النفع والأشياء غير النافعة، يعني الحاجة اللي بنعملها نفعة دي قاعدة كده، دي اللي بتقعد ودي اللي بتثبت ودي اللي بتمكث في الأرض. أما الحاجات اللي أي كلام وتضييع الوقت والرغي والمش عارفة إيه وأي حاجة بقى، أي حاجة بنعملها ملهاش لازمة ملهاش قيمة أساسية ملهاش نفع على الناس، فعامل بقى زي الإيه الحاجات الزبد. اللي هو إيه الزبد؟ خلونا نسأل فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. زي حضرتك يا حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصلي على الحبيب قلبك يطيب ورمضان كريم. ورمضان كريم. نقرأ الآية بقى. بسم الله. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هم جايبين الآية كلها ولا جايبين الحتة دي بس؟ لا هما جايبين الحته دي بس. نجيب الايه كلها. نجيب الايه كلها. قول لي بقى الايه كلها عباره عن ايه. الرعد 17. ايوه نعم ماشي، عشان الايه كلها هتوضح معانا، هيوضح معانا المعنى. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. في الارض. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يلا بينا بقى. وصلت الايه ولا لسه؟ لا نقولها احنا. قول بقى. فسالت أودية، الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعال نفسر بقى كده مع بعضينا. ربنا ضرب مثل بالماء الذي ينزل من السماء، فسالت أودية بقدرها، يعني كل واد وكل مجرى وكل قناة وكل نهر أخذ من الماء الذي ينزل من السماء على قدره. فالمجرى المتسع خد مية كتيرة، والمجرى الضيق أخذ مية. هي دي ده المطر يعني؟ المطر. أنزل من السماء ماء. أيوة. فسالت أودية بقدرها. أيوة بقدرها، يعني كل وادي وكل أناية خدت مية على قدها. مش بقدرها؟ لا بقدرها. قدرها دي قدرها يعني على تاني في دماغنا. ما لسه بقى هو ربنا ده ضرب مثل. التفاسير بقى تقول لك يا استاذ دعاء ركز معايا ديت. ايوه قال لك فربنا ضرب المطر او شبه العلم والقران والتقوى الذي ينزل التي تنزل من السماء على العباد بالماء. وشبه الأودية بالقلوب. فهناك قلب ضيق لا يتسع من العلم والمعرفة والتقوى إلا القليل. وهناك قلب واسع يأخذ الكثير من العلوم والتقوى. زي ما بيقولونا كده مثل يا أستاذ دعاء، لو أنت فاكر المثل ده قلبه إيه؟ ها يقولوا قلبه كبير. فلان ده قلبه كبير يعني إيه؟ يعني بيستنبط المعلومات والمعارف. حلو كده؟ طيب ومما يوقدون عليه في النار. وركز بقى في المثل ده، إن المية وهي جاية من نازلة من جبل أو من وادي بتاخد قدامها إيه يا فندم؟ الزبد أو تاخد الرغاوي. يعني إيه زبداً رابية؟ اللي هو زي يقولوا إيه؟ غثاء كغثاء السيل. زبد رابية إيه؟ بتلم القش والأكياس والبتاع وتمشي مع المية لا تسمن ولا تغني. أهو ده بقى الزبد ده يا فندم، الرغاوي بالفلاح بتاعي اللي على وش المية دي ماشية مع المية أينما ذهبت هي معها، رغم ان هي شكلها وحش على وش الميه. دي عامله ايه يا فندم؟ ده الذي لا ينفع الناس. يعني ايه رابيا؟ رابيا عامل رب وعامل رغوه. زي رغوه كده. زبدا رابيا. تمام. رغاوي كده. رغاوي كده. والرغاوي دي فاضيه. فالله يفتح عليك منظر بس. وشكلها وحش وبتلم كمان حاجات وحشه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. يعني ايه؟ فهمني بقى. احلى حاجه في دعاء فهمني ارجوك. طيب بص يا فندم،
يوقدون عليه في النار لما كانوا يجيبوا الذهب او الفضه او الحديد وعايزين ينقوه فبيسلطوا عليه النار فالنار تدخل على الذهب تخليه ميه تسيحه فيطلع كل ما النار تتسلط عليه اكتر كل ما يطلع منه شوائب اكتر على الوش اهو ده لا ينفع الناس طب واللي يستقر تحت ايه الذهب وكل ما يبقى النار اقوى واطول يبقى الذهب العيار بتاعه احسن والشوائب تطلع منه اقوى يبقى بص يا فندم ربنا ضرب للحق والباطل يا استاذ دعاء مثالين اتنين مثل مائي ومثل ناري ركزوا المثل المائي الميه اللي نازله من السماء وكل انايا خدت على قدها والمثل الناري الذهب والفضه والحديد والحاجات دي لما يسلطوا عليها الايه النار الرغاوي اللي مع الميه زي الرغاوي اللي فوق على الذهب والحديد والشوائب دي اهو ده ربنا شبهها بما لا ينفع الناس الله اللمم والهراء والغيبه والنميمه والكلام الفاضي والرغي واللت والعجن والسهر وتضييع الوقت والنواصي ما هي في ايه قرانيه بتشرح الايه دي لا خير في كثير من نجواهم ما هنقولها هنقولها في حلقه لوحدها ايوه بس دي بترد على دي أيوة دي زيها أيوة دي بتشرح نعم دي صح اي نعم ما هو برضو الناس لما بتقعد ترغي رغي 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 فما فيش خير بقى في كل الرغي ده ايوه ايوه الا من امر بصدقه او معروف أو إصلاح بين الناس فخدي بالك بقى يبقى ايه الرغاوي اللي هنا الرغاوي اللي هنا حاجات لا تنفع الناس طب الميه المستقره في الارض والذهب المستقر في الحفنه اللي بيولعوا تحتيها دي ده اللي ينفع الناس خدي بالك بقى فربك يعلق القاعده بتاعتنا بتاعت الحلقه بقى اما الزبد يا استاذ مش في الميه والذهب بس في كل شيء الرغاوي في كل شيء الكلام الفاضي الاعمال اللي فيها رياء الاعمال اللي فيها سمعه اللي الواحد يعني بيتعب نفسه فيما لا يفيد اما الزبد فيذهب ايه جفاء يعني لا قيمه له واما ما ينفع الناس ها فيمكث في الارض الله يعني يمكث دي طول الايه طول مدة المكوث شوف بقى الشعر جه هنا وقال ايه والمكث ده في علامة يعني ايوه بص يا فندم الازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع ان الجميل وان طال الزمان به فلن يحصده الا الذي زرع الله سيدنا عارف يا فندم نترجم اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يعني ايه نترجمها بقاعده بسيطه بتاعت المصبه بتاعتي ايه بقى ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل هقولها وانت تقولها تاني ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل اضرب لك مثال سيدنا الامام مالك رضي الله عنه وعلى فكره انا مذهبي مالكي يعني انا متربي في الازهر على المذهب المالكي بس في الجامعه بقى خدنا المذاهب كلها مقارنه مذاهب كلها وده مالك الامام مالك طلب منه من شده علمه ان يوطأ للناس احاديث سيدنا النبي لان البخاري كان كتير ومسلم كتير على الناس فقالوا له اعمل لنا ايه وطأ لنا شويه احاديث اتفق عليها البخاري ومسلم تبقى سهله للناس فعمل كتاب سماه الموطأ اللي هو المسهل الميسر زي اقول لك ايه طاق الارض فعايزين حاجه الناس ايه تبقى تقدر تفهمها عارفه يا فندم الموطأ اللي هو مجلد واحد سيدنا الامام مالك خد فيه كم يوم يكتبه كم يوم كم اسبوع كم شهر هتتخض دلوقتي خد فيه 40 سنه وما كانش يكتب حديثه لما يتوضى ويصلي ويسلم على النبي ويستاذنه بعد 40 سنه خدوا كتاب الموطأ ده رساله قويه النهارده في الحلقه قوي قالوا له طب ننشره بقى لا ما تنشرهوش الا بشرط ما كان لله نعمل ايه قال لهم احنا هنحطه من الكتاب الموطأ الورق بتاع زمان القديم ده خدي بالك وحطوه على ظهر الكعبة قال لهم ضعوه على ظهر الكعبة في العراء والهواء للعام القادم مثل هذا اليوم ان حافظ عليه الله في بيته على ظهر الكعبة فهذا اذن من الله لي بالنشر وان تأثر بالرياح والمطر والشمس خلاص يبقى انا كده مش هنشر جوم تاني سنة بعدها بسنة في نفس اليوم يا فندم لفت السنة لقوا الورق أنظف ما كانوا حاطينه كرامة الإمام مالك فطبع الموطأ يا فندم وزاعة صيته وانتشر وإحنا كمان أدمين لا ركزي لسه ما خلصتش ماشي إحنا كمان أدمين لما نلاقي حاجة منتشرة نعملها ونقلدها فناس من علماء كتير عملوا الموطأ موطأ أحمد موطأ دعاء موطأ شافعي فقالوا له يا إمام إلحق ده في موطأات كتيرة موطأنا عليه العوض هو قال لهم بقى دعوهم فما كان لله بقي تعرف ان في اكتر من 10 موطئات اندثرت
ذهبت جفاء ولم يبقى إلا موطن إمام مالك فيمكث في الأرض. اعمل حاجتك لله، ربنا هيخليلك تمكث في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ده قاعدة، ده الوحدة قاعدة. يعني هي فكرة القاعدة إنه كذلك كل ما يضرب له الحق والباطل. الحق ما ينفع الناس بس كده، الباطل ما لا أي حاجة تزهق بس زبد. أيوة اللي هو خلاص، يعني اللي هي اللي أنا أقول لسه إلى هالك بتاعت لا خير في كثير من نجواهم. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذفه كأن الحق بيروح للباطل كقذيفة صاروخ فيها قوة. دايما الحق قوي ودائما الباطل ضعيف، بس قد يظن الناس بسكوت أهل الحق على الباطل أن الباطل أصبح قويا. لا، عما قريب الباطل لابد أن يموت. دي قاعدة قرآنية. بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني إيه؟ يعني يكسر دماغه، يدغدغ دماغه. طيب، فإذا هو زاهق. طب وحاجة كمان جميلة كلنا حافظينها بتشرح يلا هذه يعني المعلومة المفيدة جدا اللي هي الكلمة الطيبة. أي نعم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ما ينفع الناس السماء. أهو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة ما لا ينفع الناس كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم، عارف يا فندم، ممكن بكلمة تغير مسار حياة بني آدم. ممكن بكلمة بنظرة طيبة تحول طالب من الفشل إلى النجاح. أو والله العظيم، وممكن بكلمة تحول ناجح تجعله فاشل. دايما خلي عندكم تفاؤل. إن كنت تقدر تتكلم كلمة طيبة قول، مش قادر اخرس واسكت. يعني حتى الكلمة الطيبة دي ما ينفع الناس فيها ما ينفع الناس. وخد بالك يا فندم، ما ينفع الناس مش ما ينفع المسلمين، ما ينفع الناس. طيب، وبرضو الناس فاكرين إنه يعني إن إحنا ما نعملش الصلاة والصوم، وطبعا نصلي ونصوم ونقرأ القرآن وكده، لكن في كثير يعني ممكن مثلا واحدة ست بالليل بتحضر السحور وهي واقفة أحلى عبادة وبتعمل الأكل، بس مش لحقة تعمل زي مثلا جوزها قاعد بقى قيام وكده وهي بتجري. أحلى من جوزها، هي أعلى من مثلا جوزها. أقصد إنه النفع بقى عشان يسحرونا كويس. يعني أقصد كده يعني. أيوه. الناس بس متخيلة إنه إيه، إنه بص يا فندم، بس أي عمل تعود منفعته على الناس فهو له ثواب كبير يعدله العبادة أو يزيد. ده احنا عندنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنقوله بعد كده، ألا أدلكم على خير من ثواب الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. إن أنا أصلح بين اتنين أحسن من بصلي. بصلح بين اتنين وبحل مشكلة أحسن من اللي بقيم الليل. أيوة. ما ينفع الناس، أي حاجة تنفع الناس القرآن يشجع عليها والله يثيبنا عليها وسيدنا النبي بشريكنا فيها صلى الله عليه وسلم. شفت يا فندم، سيدنا عبد الله بن عباس كان معتكف، احنا في رمضان اهو معتكف، فقالوا له يا ابن عباس وهو يطب الكعبه، فلان وفلان بينهم مشكله محدش يقدر يحلها غيرك انت، جه سايب الاعتكاف وجه خارج. قالوا له ازاي الكلام ده، تسيب الاعتكاف وتخرج صالح بين الناس؟ قال فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمشي احدكم مع اخيه في حاجه افضل من ان يعتكف في مسجدي في المدينه المنوره شهرا كاملا. طبعاً. نفع الناس، نفع الناس، نفع الناس. شكرا جزيلا فضلت الشيخ أحمد الصباغ، وهذه هي القاعدة القرآنية اللي لازم نخرج بيها النهاردة. اللي ما عملش حاجة مفيدة ينفع بيها نفسه أو إخواته أو أمه أو أبوه أو ولاده يعملها بقى النهاردة لأنه دي اللي هتمكث، وأي حاجة تانية وتضيع وقت تاني. مع السلامة. لازم ثانية والشجرة اللي ما بتضللش على أهلها يستحل قطعها. يا نهار أبيض. بس شكرا جزيلا، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله،
إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك. وحضرتك يعني وعدتينا أنك تتحدثي عن القلب في حلقات رمضان بالتحديد، فهنا يعني كلميني كده عن فكرة القلب وربطها بهذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى. القرآن الكريم بيعرفنا أنواع القلوب، اتكلمنا عن القلوب المطمئنة والقلب السليم اللي هو الطريق الذي يدخل صاحبه الجنة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا الآية بتبين لنا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي نبع من إيه؟ من أن الله من عليه بهذه الرحمة وسلامة قلبه من القسوة. عشان كده الآية بتقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واللي احنا نستفيده ان غلظة القلب وقسوة القلب هي يعني بتودي صاحب القلب ده للهلاك ولسوء الحياة وللعسر، وبيخلي الناس ينفضوا من حوله، وبيبقى دايما صاحبه بيتصف بصفات قبيحة. مثلا من قسوة القلب ان القلب ده لا يحن اذا رأى مسكين او يتيم، او اذا جات له دعوة لعمل الخير، او ان هو بيكونش متصل بالله. وهنا بقى الضيق كله ان الانسان يبقى بعيد عن ربنا. هنا الناس اللي الايه بتتكلم عنهم وقعوا في مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، ويعني طبعا كان السبب في ده انه كان هزيمه، وانقلب النصر الى هزيمه، واستشهد عدد كبير من المسلمين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الامر جاء للنبي بثلاث حاجات: فاعف عنهم، ودي يعني مرحله لا يقدر عليها الا النفس العظيمه، فاعف عنهم واستغفر لهم. لا ده كمان مش تسامح، تقعد تستغفر لهم وتدمجهم معاك، اللي هي وشاورهم، يعني حاجة ما حدش يقدر عليها. واحنا في شهر الخير نعرف ان التسامح هو جزاء الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين التسامح الإنفاق. وإحنا دايما في شهر التربية بنحاول نشوف كده إحنا ناقصنا إيه، وإيه اللي مقصرنا فيه، وإزاي نحسن من أنفسنا. فمما يستفاد من الآية إن الرحمة والخير اللي بتعمله للناس هو اللي حيمكس، وهو اللي حيبقى ليك من من حسناته طبعا وسيرة طيبة. طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. في القرآن آية تدلك على أعمال البر والتقوى لتكون من الأبرار اللي جزاءهم، كما بينت الآية إن الأبرار لفي نعيم، ولتكون من المتقين اللي جزاءهم جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أعمال البر كما وضحت الآية الكريمة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. نلاحظ أن الآية الكريمة ذكرت العطاء مرتين، لأن فيه نفع كبير وخير وجزاء كبير يعود عليك في الدنيا والآخرة. النهاردة جمعية البر والتقوى بتدعوك للمساهمة والمشاركة في الخير الكبير اللي احنا شايفينه، واحنا في مخزن من مخازن جمعية البر والتقوى في كل المستلزمات اللي يحتاجها البيت من المكرونة والأرز والسكر. كل الخير اللي احنا شايفينه ده حيوصل للمستحقين في أنحاء الجمهورية، ويوصلك معاه دعوة تلاقي بيها تفريج لكرب، تيسير بعد عسر، راحة بال، بركة في حياتك، وكمان في أجهزة طبية، بطاطين والحاف من إنتاج البر والتقوى. خير كبير بيدعوك للمساهمة والتعاون معنا، وعلشان يأتيك الخير والنفع في الدنيا والآخرة. ساهم ولا تؤجل، فأنت لا تعرف ما بسبب أي حسنة يأتيك الخير. الإطعام كلا بل لا يطعمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين.
فكرة الإطعام دي بترقق القلب وتبث الرحمة في قلبنا كده. يعني تقولي إيه وانتي بتطلعي الإطعام الحبة دول وانتي بتقولي، بيبقى كده الإنسان حاسس بحاجة، يعني إنه إيه خلوا الناس تاكل أو إحنا عايزين الناس تاكل أو كده. أكيد أكيد أي حد بيعمل إطعام فيه بيبقى فيه حبة رحمة كده مليين قلبه هو بيشتغل في القصة دي. عارفة في واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أتحب أن يلين قلبك، وإحنا بنتكلم على قلبك، وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك تدرك حاجتك ويلين قلبك. يعني أنت لما تقرب لليتيم وإن أنت دايما تعطف عليه، وبالذات شوفي الحديث قال وتطعمه كمان، هتلاقي فيه رقة في القلب. عشان إحنا بنقول مثلا وإحنا في شهر وأيام الخير، وطبعا أغلب الناس يعني المفروض الناس تبقى مقبلة على العبادة أكتر، حد يقولك وأنا بصلي حاسس كده إن قلبي بعيد ومش حاضر في الذكر، أنا بعمل خير بس مش حاسه في قلبي. فهو الرسول صلى وسلم قال لنا تعمل ايه، ركز مع اليتيم، ركز مع عمل الخير، ما تقعدش تفكر انا قلبي عايزه يشعر بالخير ده واعمل ايه، لا اعمل وانت واحده واحده هتلاقي الابواب اتفتحت لك. كان عندنا مثل العلماء دايما بيقول من كسر طرق الباب يوشك ان يفتح له، يعني من كتر ما انت عايز تخبط على الباب تخبط على الباب الباب هيتفتح. انت ابتدي في عمل الخير واحده واحده هتلاقي بصفاء في القلب وطمانينه، لان العطاء متعه لا يعرفها الا من جربها. جميل. طيب ان انا يبقى مثلا يعني ما بحسش ب، يعني ايه علامات قسوة القلب؟ يعني هل انا مثلا يجي قدامي حد محتاج حاجة فانا يبقى قلبي قاسي؟ ايه العلامات؟ يعني مين يعرف نفسه يظبط نفسه متلبس ان هو قاسي القلب فلازم يظبط بقى الحتة دي؟ ان انا ما اتأثرش باللي قدامي، دي حاجة، او مهما كانت الحالة اللي قدامي احس ان انا ما عنديش رحمة بيها. بس قسوة القلب انواع، ممكن واحد قسوة القلب ان هو مش متصل بالله، ودي اصعب حاجة. صحيح. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. بس الكلام هنا كان على اليهود، على بني من اسرائيل، من الحجارة لما يتفجر منه. ايوه، يعني الحجارة هتليه فيخرج منه الماء. فالآية في سورة البقرة في الربع الرابع، بس اشوفي حضرتك يعني الحجارة ممكن تفجر منها الماء والأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. شوفي حضرتك ده نوع من أنواع قسوة القلوب. يعني ممكن قسوة القلوب في ناحية الإيمان، الواحد بيبعيد عن ربنا، وممكن بقى أنه ما بيتأثرش بأي حاجة قدامه. طيب ده علاجه إيه؟ وإحنا في شهر تربية النفس، إن أنا دايما أقبل على عمل الخيرات، دايما أشوف الناس اللي هي محتاجة مساعدة وأعرف نعمة ربنا علي. عارفة حضرتك ذكر النعمة، نعمة دافع للتغيير، ودي قاعدة. عارفة حضرتك ربنا بيقول لبني إسرائيل إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ربنا ذكر كده ليه؟ علشان ذكر النعمة دافع للتغيير. فالنهاردة جمعية البر والتقوى يعني بتدعو لعمل الخير، وطبعا المساهمة في كرتونة الخير. وزي ما احنا شفنا كده في مخزن البر والتقوى قد إيه في مواد غذائية هتكفي أسرة، ممكن عدة أيام طبعا، أو ممكن تكفي للشهر. طبعا اللي حيفوز به دعوة خير، دعوة فيها تفريق كرب. يعني رب وإحنا خلاص ساهمنا وساعدنا، والكرتونة لسه الأسرة بتستخدمها كل يوم على الفطار في دعوة خير جاية لك. كل يوم في حد هو النهاردة حصل له تيسير وربنا أجاب دعاء، وكنت أنت السبب في إجابة الدعوة. طيب نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلقتنا. احنا في قرية الهويس دلوقتي، لسه في مركز فايد، بنكمل رحلتنا في نشر محطات تنقية المياه، علما بان افضل الصدقات على الاطلاق هي سقي الماء. سقي الماء ده احياء للناس اللي ربنا قال لنا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. قد ايه الناس فرحانة بالمحطة، قد ايه الناس فرحانة ان هم هيشربوا مياه كويسة. تخيلوا معايا كم واحد هيشرب من المحطة دي، أكيد فيهم واحد ولا اتنين ما كانش كلهم هيدعوا لأصحاب اليوفط اللي ورانا اللي هم المحسنين اللي تبرعوا بيها، اللي هم أصلاً لا يعرفوهم ولا حد يعرفهم خالص، اللي احنا سمعنا عنهم عرفنا أساميهم لكن ما شفناهمش. دي بقى اسمها الصدقة الجارية السرية اللي في الخفاء، ربنا يتقبلها يا رب.
وجهنا بمتبرعينا والناس اللي اقتنعت بالفكرة عشان تاخد ثواب أكبر بلا حدود، إن هي تسقي البني آدمين إلى جانب كافة الاستخدامات من وضوء ومن استحمام ومن غيره. فإحنا ركزنا على مياه الشرب لأن سيدنا النبي لما اتكلم عن المية قال سقي الماء. فعشان كده لو أنت حابب يبقى ليك حاجة لوحدك هي ما فرقتش، ده الراجل اللي بيساهم في مسجد بطوبة ربنا بيبنيله قصر في الجنة، فكأنك لو شاركت في محطة زي دي أنت كأنك عملتها لوحدك عشان تبقى عارف. نفسك تقعد كده ويبقى يفططك لوحدها، أنا معاك، لكن التكلفة عالية. عشان كده بنقول قدامنا بابين، يا تشارك يا تعمل لوحدك، عشان تعمل لوحدك دي مكلفة جدا. المحطة قايمة على بير كبير، بير عميق تحت الأرض، بس الأجهزة اللي راكبة غالية جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين. عشان كده كتف في كتف وصلنا ل 68 محطة لغاية دلوقتي، وأملنا في سنة 24 نكمل 150 محطة عند أسيادنا وأحبابنا وإخواتنا في أماكن مختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية. إن شاء الله هنكمل محطات، إن شاء الله هنحل مشاكل أي حد عنده أي مشكلة، زي ما احنا بنشتغل في المية بنشتغل في حاجات كتيرة زي ما انتم متابعينا. إن شاء الله مع بعض مكملين مع البر والطهر. مبادرات المياه لا تنتهي ولا تتوقف، ودايما بيحصل بحث دائم ومستمر علشان نشوف ايه اكتر مكان الناس فيه منهارة من قلة المية فيروحوا ويعملوا فيها المحطة او الوصلات او كده. طبعا جمعية البر والتقوى بتوصل لكل مكان في الجمهورية وبتعمل الأصلح للمكان اللي هي بتروح ليه وتشوف ان هو فعلا محتاج المية. ولو شفنا ان لو بصينا حوالين المحطة او حوالين البير هنلاقي ما فيش ولا مصدر مية له. لكن واحنا في شهر رمضان المبارك وبفكر الناس ان كان فيه بيقولوا احنا هنساعد في رمضان عشان تتضاعف الحسنات. طب احنا النهاردة هو في قربنا على نص رمضان، محدش يقول بقى هستنى للعشر الأواخر عشان تبقى زيادة، ده مدخل من مداخل الشيطان يفضل يسوف يسوف. احنا الوقت في شهر رمضان ممكن يكون قد فاتنا قبله، طب خلاص احنا دلوقتي الفرصة جت لنا، يعني انا ما سوفش ما خليش الشيطان يحيرني. ودي برضو حاجة مهمة، يقعدوا لا انت اعمل ساهم في اطعام الطعام، لا ساهم في توصيلات المياه، لا ساهم في كذا، ولاقي في نفسي في الاخر انا احترت وما عملتش حاجة. ابدأ باللي موجود قدامك، المهم تعمل الخير. يبقى نركز جدا جدا ان دقائق رمضان غالية وقيمتها عالية. اذكر نفسي كل شوية كده باب خير اتفتح قدامي على طول أسارع ليه. أنا ما حتى وأنا ماشي في الطريق دايما أكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لقيت أي حاجة قدامني حد عايز أساعده بحاجة نصيحة، يعني دايما يعني فعل الخير مش محتاج لإمكانيات كبيرة، ولكن هو محتاج لقلب سليم وعقل دايما عنده يقظة. أنا عايز أقرب من ربنا، أنا ماشي في الدنيا في كل لحظة من لحظات حياتي عايز يكون فيها خير ومكسب ليا في الآخرة. النهاردة جمعية البر والتقوى فيها دعوة لكل الناس، يلا ساهموا وساهموا. المساعدة دي بتوصل لأبعد مكان في الجمهورية، ولو مش قادر بلغ غيرك. احنا في النهاية بنوصل ويعني نتمنى انه الكلمة توصل لصاحبها اللي هياخدها ويفعلها على الأرض الواقع ويوصل صدقته أو زكاته للمستحقين اللي فعلا يعني بيبقى معمول عنهم بحث دقيق جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.